بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض المحاضرة الرابعة من محاضرات تعلم وورد 2010 لطلبة الاي سي دي ال فيرجن 5. هتكون المحاضرة النهاردة بشكل ملاحظات فنية، نحاول نجاوب على بعض الملاحظات الفنية الخاصة بالتعامل مع الملفات وبعض النقاط الفنية اللي ممكن أتعامل معاها في الملف. أول حاجة عايز أتكلم فيها علامات الجدولة أو التابس. يعني إيه علامة جدولة؟ علامة الجدولة أولاً، لو أنا افترضت معاك إن الفقرة دي عايز اعمل فيها علامة جدولة تتوقف عند 3.5 سم من ناحية اليسار، بظل للفقرة اللي انا عايزها، بروح لهوم وعندي الامر اللي اسمه باراجراف، بدوس على السهم اللي جنبه، بتظهر الشاشة دي. الشاشة ديت قبل علامة الجدولة، الشاشة دي فيها حاجات كتير جدا مهمة جدا عايز اتكلم فيها. يعني اول اختيار موجود في الشاشة دي حاجة اسمها الانديتيشن. يعني ايه انديتيشن؟ يعني المسافة البادئة للفقرة. انديتيشن معناها المسافة البادئة يسار ويمين الفقرة. يعني لو تخيلت الفقرة اللي انا مظللها دي، المسافة اللي قبلها ناحية الشمال بنسميها انديتيشن بيفور تيكتس، والمسافة ناحية اليمين هنسميها ايه؟ افتر، او انديتيشن افتر تيكتس. يبقى كلمة انديتيشن معناها المسافة البادئة يسار ويمين الفقرة. لو انا جيت قلت لك انا عايز المسافة البادئة دي 1 سم يسار و1 سم يمين، اقول له اوكي. لاحظ معايا قوي كده، لما اقول له اوكي المسافه دي هتبقى قد ايه؟ اقول له اوكي اهو. هلاحظ ان المسافه زادت ناحيه الايه؟ الشمال، وكمان زادت ناحيه الايه؟ اليمين. يبقى انا كده اول امر مهم جدا في شاشه باراجراف بالنسبه لي امر اسمه انديتيشن، ومن خلاله بحدد المسافه يسار ويمين الفقره. يسار اسمه بيفور ويمين اسمه ايه؟ افتر. طب في اختيار اسمه سبيشال. سبيشال ده بيعمل ايه؟ قال لك للتحكم في المسافه البادئه للسطر الاول. السطر الاول في الفقره، فاروح كده للسبيشال واختار الفيرست لاين، واحدد الفيرست لاين مثلا مقداره 1 سم، تعالى نخلي البيفور والافتر دي نرجعها زيرو تاني، واقول له اوكي. ايه اللي لاحظناه يا جماعه؟ الفقره رجعت تاني من اليسار واليمين، لكن السطر الاول بس دخل بمقدار ايه؟ 1 سم. بجيبها منين تاني؟ باراجراف، انديتيشن، في حاجه اسمها سبيشال فيرست لاين. مع الفيرست لاين في اختيار تاني اسمه هانجنج، اسمه ايه؟ وده اسمه المسافة المعلقة، أو المسافة الخاصة بباقي أسطر الفقرة ما عدا السطر الأول. لو أنا جيت في الهانجنج هي اللي خليتها 1 سم وقلت له أوكي، يبقى مين اللي هيتحرك وهيتغير؟ باقي الأسطر هي اللي تتحرك بمقدار 1 سم ما عدا مين؟ ما عدا السطر الأول. يبقى أنا عندي في الانديتيشن جوه الباراجراف بيفور وأفتر للتحكم في يسار ويمين الفقرة، بينما السبيشال للتحكم للسطر الأول او باقي الاسطر ما عدا مين؟ السطر الاول. انا هخليها فيرست لاين واقول له اوكي. طيب في نفس الشاشه في اختيار اسمه سبيسنج. سبيسنج قال لك سبيسنج يخص المسافه اعلى ابوف، اسمها بالانجليزي ابوف، واسفل الفقره بيلو. يبقى انا عندي يسار ويمين في الانديتيشن، وعندي ابوف وبيلو فين؟ في السبيسنج. لو انا جيت في السبيسنج قلت له بيفور خليها 24 والافتر خليها 24، تمام، يبقى اعلى الفقره واسفل الفقره. بص اول ما اقول له اوكي هتلاقي المسافات اعلى واسفل الفقره زادت. يبقى انا جوه الفقره اهو، على فكره ممكن اقف جوه الفقره مش لازم اعملها سيلكت كلها، واروح للباراجراف وابدا اتكلم في السبيسنج 24 اعلى واسفل، يبقى دي المسافه اعلى واسفل مين؟ الفقره. ابوف هيبقى اسمها بيفور، وبرده البيلو هيسميها ايه؟ افتر. طب انا عندي حاجه اسمها لاين سبيسنج. يعني ايه لاين سبيسنج؟ قال لك المسافه بين اسطر الفقره. لو انا فتحت دي كده وخليت اللاين سبيسنج المسافه بين السطور نفسها دبل، اوكي، ايه اللي حصل للسطور؟ مسافات السطور نفسها اتغيرت. يبقى انا عندي كده ممكن اتحكم كمان في اللاين سبيسنج، وممكن اخليها ات ليست واكتب رقم معين، ات ليست مثلا 18 بوينت، اوكي. يبقى انا كده اتحكمت في السطور بمقدار محدد. طيب على فكره الامر ده ممكن اعمله بره من الشاشه، بره من الاختيار دوت اسمه لاين سبيسنج، افتحه واختار المسافه بين السطور بالمقدار اللي انا عايزه، اللي هو المؤشر ده او الاختيار ده اسمه لاين اند باراجراف سبيسنج. نرجع تاني للشاشه بتاعه الباراجراف. عرفت الانديتيشن، عرفت السبيسنج، عندي زرار اللي انا سالته في الاول اللي اسمه ايه؟ تابس او علامات الجدوله. انا بقول لك عايز اعمل علامه جدوله تتوقف عند 3.5 سم من ناحيه اليسار، هروح دايس على التابس تفتح لي الشاشه دي. انا عايز علامه جدوله 3.5 سم، هكتب 3
ونص سنتي، واقول له اتاكد انها ليفت، لان ممكن يجي يقول لي سنتر او رايت او ديسمال او بار، 3 ونص من ناحية اليسار، واقول له ست، وبعدين اقول له ايه اوكي. لو ركزت معايا في المسطرة فوق هتلاقي فيه كده علامة كده اسمها ليفت تاب، ظهرت واتحطت بعد كام سنتي؟ 3.5 سنتي. لكن انا كده عملتها بس لسه ما نفذتهاش. عشان انفذها، لان ممكن يقول لي مثلا نفذها ابلاي، فبقف في اولها كده واروح دايس مفتاح تاب بالكيبورد، ايه اللي حصل؟ تم الانتقال للسطر الاول بمقدار كام؟ 3.5 سنتي، اللي هم بتوع مين؟ علامة الجدولة. تمام؟ كنترول زد للتنقل. طيب برضو في بعض الاحيان ممكن اجي اقول لك ايه؟ ابلاي ايتاليك او اندرلاين او بولد تيكتس لكلمه دير فريند مثلا. يعني كلمه فريند دي، دير فريند، عايز اخليها اطبق عليها ايتاليك، ايتاليك ستايل. الايتاليك اللي هو مين؟ انا عندي فوق في التنسيقات الثلاث اختيارات دول. دي معناها ايه؟ بولد يعني خط عريض، اظلل بس النص الاول اللي انا عايزه واقول له بولد. عندي اللي جنبها ايتاليك، ايتاليك يعني ايه؟ مائل. اندرلاين يعني خط مسطر. وفي الاندرلاين ممكن اختار اشكال التسطير اللي انا عايزها، وممكن كمان اختار لون التسطير اللي انا عايزه. تمام؟ طيب لو جيت قلت لك انا عامل اندرلاين وعايز اشيله، قلت لك ريموف ايتاليك او اندرلاين، شيله. هتشيله ازاي؟ هتظلل الكلمه وتروح تشيل مين؟ الايتاليك. هو نفس الزرار او البولد او الاندرلاين، يبقى نفس الايكون بتنفذ او بت ايه؟ او بتريموف الامر اللي انا عايزه. طيب زي ما انا عرفت ان في بولد وايتاليك واندرلاين، كمان في حاجه اسمها سب سكريبت وسوبر سكريبت، خط مرتفع وخط منخفض. يعني ايه خط منخفض ومرتفع؟ شايفين فيرجن 5 ديت؟ هظللها واروح كده انا مطبق عليها اختيار اسمه سوبر سكريبت، يعني خط مرتفع اللي هو الاكس 2 دي، اللي جنبها حاجه اسمها سب سكريبت، خط منخفض. بص لو خدت الخط المنخفض ايه اللي حصلها؟ نزلت تحت. يبقى لجعل الخط مرتفع او منخفض حرفين مثلا او كلمتين، ظلل الحرفين الاول، روح طبعا لو لغيته بقت عاديه اهي، لغيته بقت عاديه، اوعى تظلل الكلمه كلها، لا ظلل الجزء اللي انت عايزه بس، وروح قول له سب سكريبت ده منخفض، او سوبر سكريبت ده ايه؟ مرتفع. يبقى انا ممكن اطبق خط منخفض او مرتفع على ايه؟ على اي حاجه انا عايزها. تمام؟ طيب كل ده بنتكلم في ملاحظات على التنسيقات. قال لك طيب ما في التنسيقات تنسيقات جاهزه. يعني ايه تنسيقات جاهزه؟ يعني حاجه بنسميها ستايل او كاركتر ستايل. عايز اعمل ابلاي لكاركتر ستايل، وليكن كاركتر ستايل مثلا اسمه سب تايتل. ابلاي لكاركتر ستايل اسمه ايه؟ سب تايتل. قال لك مثلا ظلل للهيدنج كلمه دير فريند دي، هظللها واروح لهوم، عندي مجموعة جاهزة من الايه؟ من الستايلز. هفتح الستايلز اهي وانقل الستايل اللي انا عايزه، كل واحد من دول ستايل جاهز اسمه كاركتر ستايل، هيدنج 1، هيدنج 2، تايتل، حسب بقى ما ايه؟ ما اكون عايز. انا عايز واحد اسمه تايتل او سب تايتل، حسب اللي انا عايزه. انا هجيب تايتل، بص شكله عامل ازاي؟ طبق معايا على طول، حط لي الخط وحط لي التنسيق بالشكل انا ايه؟ اللي انا عايزه. يبقى انا ممكن اعمل ابلاي لكاركتر ستايل للهيدنج، اظل للهيدنج واروح للستايل من هوم وانقل الستايل المناسب للشكل اللي انا ايه؟ اللي انا عايزه. كل دي ستايلات جاهزه. تمام؟ طيب ممكن كمان اقول لك الستايل يكون للباراجراف مش للنص بس، يعني مثلا لو قلت لك ابلاي باراجراف ستايل واديتك اسم كيوت مثلا للفيرست باراجراف ده، هروح مظلل الفيرست باراجراف واروح رايح برضو للستايل واختار الستايل اللي انا عايزه. يبقى الستايل يطبق على نص وعنوان ويطبق على باراجراف كامل برضه. طيب لو انا افترضت معاك ان انا عايز الكلمه اللي انا مظللها دي اعمل لها محاذاه لليسار او لليمين او وسط، بظللها اهي ليفت، ده ليفت، سنتر، رايت، اهو هخليها طبعا ليفت، دي افضل لها ليفت. الفقره نفسها ممكن برضه اعمل لها محاذاه، بس افضل انواع المحاذاه للفقره حاجه بنسميها جاستيفاي، حاجه بنسميها ايه؟ ضبط كلي. جاستيفاي يعني يظبط الفقره من اليسار ومنين؟ ومن اليمين. بص لما اختار جاستيفاي ايه اللي حصل؟ ظبط الفقره منين؟ من ناحيتين. تمام؟
طيب كلمة دير فريند اللي أنا كاتبها دي الحروف بتاعتها كابيتال ولا سمول؟ في كابيتال وسمول. لو أنا حبيت أخليها كلها سمول، قال لك في أمر عندك اسمه تشينج كيس. اسمه إيه؟ تشينج كيس. ففي افرض أنا جيت قلت لك تشينج كيس للهيدنج دير فريند ده، وخليه سنتنت كيس مثلا، فبظلله واروح لهوم عندي امر اسمه تشينج كيس اهو، هفتحه اول اختيار اسمه سنتنس كيس. سنتنس كيس بيعمل ايه؟ يخلي اول حرف في الجمله كابيتال وبقيه الجمله كلها ايه؟ سمول. طب الاختيار اللي بعديه اسمه لاور كيس، يخلي الكلام كله ايه؟ سمول. طب الاختيار اللي بعديه اسمه ابر كيس، يخلي الكلام كله ايه؟ كابيتال. يبقى حسب الاختيار بظلل النص وابدا اختار التشينج كيس اللي انا عايزه. زي ما انا قلت عندي اختيارات كتيره، الابر كيس معناه كابيتال. طب عندي اختيار جميل قوي اسمه كابيتالايز، كابيتالايز اتش وورد. يعني ايه؟ يعني كل كلمه يخلي اول حرف فيها كابيتال وبقيه الكلمه ايه؟ يعني لو خدت الباراجراف ده كله كده وقلت له كابيتالايز اتش وورد، هيخلي كل الكلام اول كل كلمه اول حرف فيها كابيتال وبقيه الكلمه ايه؟ سمول. يبقى انا ممكن اغير التشينج كيس لاي حاله. طب الحاله الاخيره اسمها توجل، توجل معناها عكس الحاله، يعني يخلي الكابيتال سمول والسمول ايه؟ كابيتال. بص لما اخترته عمل ايه؟ عكس الحاله، يبقى التوجل كيس بيعكس الحاله الموجوده. تمام؟ طيب كمان ممكن وانا بشتغل في التشينج كيس يا جماعه، احنا اتفقنا مع بعض واحنا بنتكلم على الانتر، اتفقنا انا ما باخدش الانتر الا فين؟ الا في نهايه الفقره، صح؟ لو انا حبيت اظهر اماكن الانتر، يعني انا عايز اعرف اماكن الاحرف الغير مطبوعه، النون برينتنج كاركتر، جيت قلت لك شو ذا نون برينتنج كاركتر، اظهر الاحرف الغير مطبوعه، اظهرها ازاي؟ الاحرف الغير مطبوعه مقصود بها الانتر والمسافه. فاروح لهوم، مش لازم اظل الكلام، اروح لهوم واروح لاختيار اسمه شو هايد، اختيار اسمه ايه؟ وادوس عليه كليك، يبدا يحط لي علامه الباراجراف في الاماكن اللي دست فيها ايه؟ انتر. يبقى لمعرفه اماكن الانتر بروح بالظبط كده بعمل ديسبلاي اول فورماتنج ماركس، ممكن اقول عليها ديسبلاي اول فورماتنج ماركس او نان او شو نان برينتنج كاركترز. بظهرهم منين؟ بروح لهوم واختار الاختيار اللي اسمه ايه؟ شو ايه؟ شو هايد، يبدا يظهر لي الاماكن بتاعه الايه؟ الانتر اللي انا خدتها. ولاحظ مكان المسافه حط ايه؟ حط نقطه، الغيها تاني من هنا. يبقى دي الاظهار واخفاء مين؟ الاحرف الغير مطبوعه. طيب بكمل بعض الملاحظات الفنيه، ناس كلموني على البوردر، عايز اعمل بوردر زي ده للفقره الثانيه دي مثلا، عايز اعمل لها اوتسايد بوكس بوردر وباك جراوند او شادنج لون، يعني عايز اعمل لها بوكس بوردر يعني احاطه واعمل لها لون من اختياري، هضيف لها اوتسايد بوكس بوردر اند باك جراوند كلر اي لون انا عايزه. هظلل الاول واروح لهوم، هم امرين جنب بعض في الباراجراف، الامر ده بفتحه واختار منه اوتسايد، بيديني ايه يا جماعه؟ خلي بالك عشان كان عندي اوتسايد لفوق انا ما ينفعش اعمل اتنين ورا بعض على طول، فهظل ده الغيه الاول. الغيه ازاي طيب لو معمول؟ هروح من نفس الامر اقول له نو بوردر، ما بقاش عندي ايه؟ اطار. هظلله تاني وعايز اعمل له بوردر، اظلله اوتسايد بوردر، هفتح هنا من الباراجراف واقول له انا عايز اوتسايد بوردر، يروح عامل لي اوتسايد بوردر، وانا مظلله جنبها الايقونه بتاعت الشادنج، هفتحها واختار اي شادنج من اختياري. يبقى انا كده عملت لها ايه؟ عملت لها اوتسايد بوردر وعملت لها شادنج او كلر منين؟ من اختياري. تمام كده؟ ده بالنسبه للاختيارات او الملاحظات الفنيه اللي معايا. طيب ساعات بيكون عندي بعض القوائم معموله لسته زي الليسته دي كده، تعال نتكلم على الليسته شويه. فجيت الليسته دي كده، الليسته دي يا جماعه اسمها بوليت، اسمها ايه؟ ده اسمه تعداد نقطي، بنسميه بالانجليزي يا جماعه ايه؟ بوليت ليست بنسميه يا جماعه. فممكن في الملف المفتوح اللي معايا ده انا عندي بوليت ليست وعايز اكونفرت البوليت ليست لنمبرد ليست. يعني ايه كونفرت؟ يعني عايز احول البوليت ليست لايه؟ لنمبرد ليست. بكونفرته ازاي؟ قال لك ظلل الاول البوليت ليست بتاعك وروح لقائمه هوم، عندك الاختيار بوليت اهو، بوليت وجواه اختيارات، على فكره ممكن اغير الشكل بس انا عايز اخليه نمبرد، جنبك على طول في اختيار اسمه ايه؟ نمبرد اللي هو ده، دوس عليه كليك فيحولك البوليتس لايه؟ لارقام، وممكن اختار ستايل الارقام اللي انا عايزه، ممكن تبقى اي بي سي كمان.
خليها ارقام عاديه. يبقى عشان اكونفيرت البوليت ليست الى نمبرد ليست او العكس بظلل، وانا بظلل في بعض الطلبه بيصر يظلل الرقم، الرقم ما بيظللش. التعداد لا يظلل، يعني لو انا بص انا بظلل ازاي؟ بقف جنبه في الشمال كده في الهامش بعيد وامشي كده. هل الرقم اتظلل؟ لا، اللي اتظلل الكلام بس، لكن انت لو اصريت تظلل الرقم هيعمل لك مشكله، لا ابعد بعيد كده وظلل، هو عارف ان انت مظلل الارقام كده او الليست كلها. روح هنا واختار الشكل اللي انت عايزه. هيتغير معاك. تمام كده؟ غيرت الشكل بتاعي. يبقى انا كده عملت ايه؟ كونفرت المين للليست بتاعتي. طيب، زي ما انا اتكلمت في التاب من شويه، قلت في حاجه اسمها الستوب تاب. تعال نرجعها تاني عشان برضو حد بيسال فيها. لو انا قلت لك مثلا انا عايز اعمل ليفت تاب مقدارها 3 سم للباراجراف الاخير ده. ابلاي مثلا ليفت تاب ايكوال 3 سنتيمتر تو ذا ايه ذا لاست باراجراف، للباراجراف الاخير ده. بظلل للباراجراف الاول، وزي ما اتفقنا اروح لهوم باراجراف وادوس على السهم ده واختار الامر اللي اسمه ايه؟ تابس. هو عايزها 3 سم، هكتب هنا 3 مسافه سي ام واقول له عايزها ليفت. هروح معلم على مين؟ وعلى فكره ممكن تكون سنتر او اي اختيار تاني، عايزها ليفت واقول له ست، هيعملها لي 3 سم وبعدين اقول له اوكي. كده انا طبقتها وظهرت بعد 3، لكن هل طبقت على الملف؟ لا، عشان اطبقها بقف في اول الكلام وادوس تاب من الكيبورد. فيتحرك بمقدار كام؟ تاب مقدارها كام؟ 3 سم. اوكي يا جماعه؟